محمد الريفي يدخل غرفة العمليات، شاهد التفاصيل. أعلن الفنان المغربي محمد الريفي يوم أمس الأربعاء عن دخوله غرفة العمليات مطالبا جمهوره بالدعاء لها دون الكشف عن طبيعة مرضه أو نوع العملية التي سيجريها. ونشر محمد الريفي تدوينة عبر خاصية أسطور بحسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، وكتب فيها: ادعوا لي الله يخليكم. ومن جانبها شاركت زوجة الريفي عبر متابعيها عبر حسابه الشخصي بموقع الانستغرام مقاطع فيديو يوثق لحظات تواجد الفنان بداخل غرفة العمليات، وأرفقت زوجة محمد الريفي الفيديو بتدوينة جاءت فيها: زوجي كبتي روحي من العمليات، الله يخليك، تاج فوق راسي، غبرتي هاد وقت العملية، حاسس بحياتي وقفة، لا يضرك، حيت كل دقيقة بلا بك جحيم، عافاكم، كل شي دعي مع زوجي. وطلبت زوجة خريج إكس فاكتور من المغاربة وجمهوره العربي عامة الدعاء له بالشفاء والتغلب على هذه الأزمة الصحية الصعبة التي يمر منها، ويشار إلى أن الجمهور تفاعل بقوة مع تدوينات سكينة زوجة محمد الريفي عبر مواقع التواصل الاجتماعي متمنين له الشفاء العاجل. Thank you.